اما بقى بالنسبه لتفاصيل الطقس المتوقع على مدار الثلاث ايام اللي جايه ان شاء الله الويكند، عشان لو في حد من حضراتكم برضو ناوي يسافر حته بتاع عنده في دماغه خطط معينه هو واسرته برضو يكون ايه عارف الجو هيكون عامل ازاي. دكتور محمود شاهين معانا على التليفون وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. لغايه دلوقتي لسه برضو ما شفناش اي بشاير اجواء شتويه كما اعتدنا ونواد مش عارفه تطلع من بلطو المنك من ساعتها. يا فندم لعب ليه يا دكتور؟ هتصبر بس شويه يعني ان شاء الله بكره الانخفاض هيبقى ملحوظ. النهارده لسه 26 وممكن 27 كمان على القاهره، انما بكره هنلاقي 19 و20 فهيبقى انخفاض واضح. هيبقى فترات سطوع اشعه الشمس هتقل، هيبقى في مطر بدري ان شاء الله من بدري، ويبقى في على القاهره مطر متوسط وغزير كمان بكره، فهتحس باجواء شتويه بكره ان شاء الله. هطلع المنك بكره كل محب الشتاء. طيب يعني نقدر طبعا صباح الفل على حضرتك يا دكتور في البدايه، وكده نقدر نقول ان الشتاء السنه دي عباره عن ايام بنشهد فيها ارتفاع وايام بنشهد فيها انخفاض، يعني ما فيش شتاء متكامل ثلاث شهور او اربع شهور، صح كده؟ لا طبعا، لا فعلا تقلبات جويه، فصل الشتاء فصل تقلبات جويه، بس حتى الان التقلبات مش عنيفه، التقلبات طبيعيه. شتاء يعني داخلين على شهرين اهو في الشتاء بداوا يقربوا يخلصوا، ولسه برضو الشتاء القوي ما ظهرش في القاهره او في معظم الجمهوريه. بس طبعا الشهر الثالث برضو بنشهد فيه حالات عنيفه، شفنا حاله 12 مارس السنه اللي فاتت كان فاضل 10 ايام والشتاء ينتهي، واللي هم سميت اعلاميا بعاصفه التنين. يعني احنا بنتكلم في الشتاء من 10 ايام لاسبوعين، يعني ان شاء الله هيكون يعني احنا لسه قدامنا فتره طويله على ما الشتاء يخلص، واحنا بصدد فتره عدم استقرار زي ما قلت لحضراتكم، وفرص الامطار على القاهره الخميس والجمعه بكره وبعده هتبقى امطار كويسه هتحسسنا فعلا الموضوع قوي. وتعتبر هي اقوى حاله في الشتاء لغايه دلوقتي وفي الخريف كمان. بس نرجع ونقول برضو يا دكتور ان يعني من الواضح كده ان مساله تغير المناخ يعني عملت شغل فيما يتعلق بخصائص كل فصل من الفصول الاربعه، يعني بقى الشتاء اكثر قسوه، هو لسه ده ما حصلش على الاقل الموسم ده، بس بقى الشتاء بشكل عام الكام سنه اللي فاتوا اكثر قسوه واكثر حده، والصيف بقى فرن بلدي مفتوح، يعني الاجواء اتغيرت عن المعتاد قبل كده. هي الاجواء العالم كله بيشتكي من الموضوع ده، يعني في ناس بدات تشوف ظواهر عنيفه، يعني احنا زي ما قلنا قبل كده كان ثلوج وفيضانات، كان في ثلوج ومناطق طبعا. يعني مناطق ثلجيه بشكل كبير جدا في جنوب اوروبا وفي برضه المغرب والجزائر وتونس، يعني المناطق دي شهدت شتاء عنيف جدا السنه دي وثلوج، ولكن على النقيض مناطق ثانيه يعني ما تاثرتش بالشتاء او بقوه الشتاء زي ما كانت بتشوف في سنين فاتت. فهو التغيرات المناخيه العالم كله تاثر بيها سواء بظواهر عنيفه او اختفاء بعض الظواهر العنيفه. تمام. عموما احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معانا، بتسعدنا دايما بالتواصل مع حضرتك، شكرا جزيلا. انا بس نفسي ما يبقاش الويكند هو اللي الجو فيه برد ويبقى الاسبوع، فاهم؟ عشان الويكند لو اي حد عايز يخرج، عارف احنا مفروض في الشتاء دايما بنبقى حابين نخرج في الشمس نقضي وقت حلو، العائلات بتتجمع، فكان نفسي يبقى العكس بس.